الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع هذه المجالس. اللهم ثبت لنا هذا الخير ما حين أبدا. اللهم ثبت هذا الخير لنا ما حين أبدا. اللهم ثبت هذا الخير لنا ما حين أبدا. اللهم اجعله إخلاصا لوجهك الكريم. اعلموا أن ما كان الله دام واتصل وما كان الغير الله انقطع وانفصل. المسألة تحتاج إلى افتقار النية وإلى إظهار الذل والخضوع لله جل في علاه. والأهم من ذلك والأعظم منه عند ربنا جل في علاه أن يرى منا أننا نريد رضاه ونريد نصرته ونصرة دينه. هذه أهم نقطة في الأمر. السير لا يكون متعرجا والسير لا يكون معوجا إلا عند غبش النية، ولا يستقيم إلا عند استواء النية، ولا يصل صاحب الهدف إلى هدفه، ولا يعلو إلا إذا استوى أمره في الداخل. ولذلك قال الله تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. فالمسألة دائرة على استقامة القلوب. فيعني أهيب بنفسي وبإخوتي الكرام مراقبة القلب، وأن يجعلها إخلاصا للرب سبحانه وجل في علاه، وأن نسعى سعيا حثيثا إلى 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 أن نطبق العلم عملا، وإن كنا على معصية وعلى زلات وسقطات وهنات، وإن كنا على تفريط ويعلم الله بما نحن فيه، لكننا والله ما نريد إلا الله. وما زلت أكرر وأكرر بأن ميزة طالب العلم هو ميزة أو ميزة ماشي، ما يميز طالب العلم عن غيره هو الصدق في الاستمرارية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام الترمذي رحمه الله في شمائله، قال: باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس رضي الله عنه: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان. قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم الحلواء والعسل. قال الإمام رحمه الله: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا الحجاج بن محمد قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه، ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. قال الإمام عليه رحمة الله: إحنا مشت، هل آخر باب ولا ليس في أخرى؟ ها؟ باب طويل؟ ماشي. طب إحنا نبدأ بهذا الحديث، حديث حكيم بن جابر عن أبيه رضي الله عنه وأرضاه. جابر قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء. هو أول حديث هذا ولا اللي بعده؟ اللي هو أقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن خياطا دعا رسول الله لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس: فرأيت النبي يتتبع الدباء حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. أقول إخوتي الكرام، في الحديث مسائل كثيرة. أول هذه المسائل تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم ما يميز رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما دعاه أحد كان كافرا أو مسلما، قد قدمت الكافر هنا لتعلم كيف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ما دعاه أحد إلا أجاب الداعي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا:
قال ما دعوت إلى كراع إلا وأجبت الداعي، ما دعوت إلى كراع إلا وأجبت الداعي. ويهودي دعا النبي صلى الله عليه وسلم على 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 خبز شعير وإهالة سنخة، يعني مخززة. شوف والنبي يقبل، والنبي يقول الكراع، تعرف الكراع مكان الأظلاف، يعني هو أصلا أصالة ما يعني ما كان ما يهتم بها في العرب، ما كانوا يهتمون بها، ومع ذلك يقبل النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا خياط، خياط نظر خياط، سواء كان خياطا أو كان وجيها، كان سلطانا، كان، لأنه المكانات لا يعلمها إلا الله جل في علاه، يعني مكانات الناس عند رب الناس لا يعلمها إلا الله جل في علاه. سبحانه من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو سبحانه جل في علاه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي دعاه خياطا فإيه؟ أو دعاه خياط فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. ففيها من تواضع النبي، وتواضع النبي كما تعلمون أنه لما ارتعد فرس الرجل ووقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال 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 على رسلك، أنا إيش؟ أنا ابن امرأة كانت تأكل القضيب في مكة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجارية تأخذ بإصبعه فتمشي فيمشي بها بأبي هو أمي، وكان النبي بأبي هو وأمي أيضا. إذا جاء الأعرابي فقال أين محمد، مع أنه هذا يعتبر إيش؟ يعتبر سوء أدب، لأنه التعدي على جناب النبي أو التعدي على جناب العلماء أول شيء ممكن تقوله المتعدي خسيس النفس، خسيس خبيث النفس، أو هو مش متربي في بيته، أبوه لم يستطع أن يربيه، كيف يعرف مكانات الناس؟ فتراه يهجم على مكانات الناس ليدل على خساسة من رباه في بيته قبل أن يكون هو خسيس. هذا الأصل. لكن الأعراب لا، أنا بتكلم على أساس التعدي على الأعراض. الأعرابي لما يقول يا محمد ما بيقصدش التعدي، العربي خارج من الكلام، الكلام ده أصلا على من يتعدى على الأعراض. الذي يتعدى على الأعراض ليه؟ لأن أنا أنطلق، لأنه ممكن سائل يسأل طب ما علاقة هذه بذات؟ أقول لك أن الصحابة ما احتملوا ذلك على النبي، الله جل في علاه لم يرضى بذلك، قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم قد يعلم الذين، فيوم هو قاموا هم به يقول يا محمد، لا لا يقال يا محمد. فلما تأتي لعالم أيضا وأنت يعني حتى لو أنت حتى لو كنت ندا وأنت لسه بند بحال من الأحوال، لو كنت ندا ليس لك أن تسيء الأدب وأنت تعالى وأنت تكلم، لابد أن تعرف تبين أن أباك رباك على معرفة الملازم، أخذ من القرآن ويؤتي كل ذي فضل فضله. وفي مقدمة صحيح مسلم أمرنا أن ننزل الناس، هذا هو هذا هو. فلذلك أنت ترى في طبيعة الكلام حتى إن لم يوقد يضيع. ومع ذلك كان يقول أين محمد، ومن تواضع النبي ماذا يقول؟ ها أنا ذا. أين السائل؟ ها أنا ذا، من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ ابن عبد المطلب؟ اه قل له انت ابن عبد المطلب؟ قد اجبته. لا مش كده، وفاق قال قد اجبته، قال اني سائلك ومشدد عليك. والنبي يقول سال ما شئت. قال سال ما شئت، قال لا تجد في نفسك مني. هو ايضا دي دلاله انه ما يريد يتعدى. نعم. هي دي طريقته، دي دلاله من السياق ان العربي ما يريد يتعدى. انا بتكلم بقى على الذي يتعدى وهو يتكلم، فبيبقى هو خسيس النفس، بيته اصلا ما ترباش فيه، ما عندوش اصول تربيه صحيحه في هذا الباب عندما يتعدى. لا ما تتعداش، خليك بنفس النسق وكن ايه؟ وكن مؤدبا مهذبا تفوز. في فتح مكة قالوا ان الرجل قد وجد قوما، فقال ايها الناس اني لست بالرجل انما انا رسول الله. لا هنا خليك بقى في هذا، يعني هذه مسألة من اعظم ما تكون. لما قالوا ان الرجل وجد قومه هو يقول لست الرجل انا رسول الله، المسألة فيها ايه؟ في فصل نزاع في هذا الباب اختلط عليهم المفاهيم. حاسب أنه يعني خلاص وجد قومه وجعل الغنائم في قومي، تفهم؟ وهذا لا يمكن. وقال أراد أن يبين لهم ما فعلت ذلك إلا بوحي، أنا رسول الله فتذكروا، لا أفعل إلا بوحي، بحيث أنه يقف الأمر ولا يأتي الشيطان فيجعلهم يسيئون الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال إن, إن, إن الأنصار هم إيش؟ كارشي وعيباتي. وقال الناس دثار، والأنصار شعار داخل اللي هو ملامس للجسد. قال أما ترضون أن يذهب هؤلاء بالنوق واللبن وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لولا الهجرة كنت رجل من الأنصار، لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. كان لها سياق. وفي النهاية في هذه بأسرها تواضع النبي ظهر أيضا عندما قال
أما جئتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ أما فقال لما لا تردون؟ قالوا الله ورسوله أمن. ده تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان لكم أن تقولوا جئتنا وحيدا طريدا فريدا فأويناك فنصرناك. ده تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حفظ لهم الجميل. هذه أداب المؤمن حقا لابد يكون له هذه الأداب. إن وردت خلاص فاز الأمر، أما إن لم توجد فهنا شوف النبي صلى الله عليه وسلم كسب الجميع وكان متواضعا. خياط، وهذه المهنة أيضا ليست مهنة راقية، ليست مهنة راقية. وذلك أنت إذا وجدت في نفسك تتأفف إن دعاك الطبيب ثم دعاك المنظف الحمامات وتجد في نفسك فأنت مدخول النية. فقف قف واعلم أن الناس لهم مكانات عند رب العباد. إيه هي المكانات؟ مخفية، ما أحد يعلمها إلا الله جل في علاه. قد يبين ما فيها لكن هي مخفية، ما أحد يعلمها إلا الله جل في علاه. مفهوم؟ فإذا هنا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم رضي بدعوة الخياط، لكن هنا قال بأنه لما دعا إلى طعام إلى خبز شعير ومرق فيه دباء، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول القصعة. فيها مسألتان. المسألة الأولى لا يعاب على المرء أن يقدم ما يحب، وهذا ليس 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 مخالفا ليش؟ لا ليس مخالفا للزهد، ليس مخالفا للزهد، ليس مخالفا للزهد أن يقدم ما أحب، هذا ليس مخالفا للزهد. ما جاء بذكى اثنين إصراف ومخيلة. نعم، فليس مخالفا للزهد بأن يتتبع ما أحب. والأمر الثاني أن تتبع الصحفة مخصوص من عموم النهي أن يأكل من غير ما يليه. قال يا غلام سم الله، ها سم الله وإيش؟ وكل بيمينك وكل مما يليك، وكل مما يليك. الجامعة ازاي؟ لو بتقول ايه؟ تتبع الصحفة تاني؟ بتقول ايه؟ تتبع الصحفة، تتبع الصحفة مخصوص من النهي عن ذلك، لأن النهي جاء مضمونا من قول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله ها وكل بيمينك وكل مما يليك. التتبع ليس أكثر مما يلي. مفهوم؟ الجمع بينهما أنها لو كانت الأصناف متعددة ومتنوعة ومتفرقة لا تحرم رجلا عن إيش؟ عن الصنف الذي يحب أن تتبعها، لكن كان صنفا واحدا لا تأكل مما يليك، لأنك لو أكلت من غير ما يليك يقول بص شوف المفجوع ماذا بيفعل؟ يعني عمام بيأكل من أمامه وانتهى منه ورايح على أمام فلان، لكن لما يكون التنوع في الصحفة لا يقال شيء، إنه يحب شيئا فذهب إليه. خلاص العدد جاي عندنا احنا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية من الأهمية بمكان، ألا وهي فلم أزل أحب الدباء من يوم إذ. فضل الصحابة. شوف هنا هذه هي. يعني هذه إن دلت على أمور. يعني إن دل نعم شيء. حبيب إيه؟ حبيبي عدو. فرط المحبة. ممتاز. عمتاً هو هنتكلم على فضل الصحابة الأقوى من ذلك، وهو أنهم محبتهم للنبي فطرة، محبتهم للنبي فطرة، فتراهم ما يرون النبي على شيء دون سؤال إلا ويسرعون لأن يتوسموا هذه السمة وأن يتصفوا بهذه الصفة وهذه مسألة من الأهمية من مكان، لأن أنت أصلاً صدق محبتك يدل عليه دلالات، من هذه الدلالات الخضوع للشرع، الخضوع لسنته. لأنه إن كنت محبا حقا لابد بلسان حالك أن تكون منقادا تاما. فحبك للنبي الصادق بالقيادة التامة، لحبك للنبي الصادق. وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تخر لهم بيش بذلك، لأنه أنت بتحب النبي. طب النبي قال كذا، النبي قال كل بيمين. طيب فيأتي رجل بيأكل بالشمال عشان يغيظ السلفيين اللي هم بيقولوا ان اكل باليمين واجب، ويقول له انت متنطع، المسألة خلافية. ممتاز، المسألة خلافية ونقر لك بذلك، وانت تأكل بالشمال. هل النبي ارتضى انه يأكل بالشمال؟ ها؟ أو يعني ما تفعل ذلك لما تغيظ من؟ هل ده تعبد لله جل في علاه؟ هل ده تعبد لله جل في علاه؟
بيقول لك وبياكل بالشمال عشان يغيظ الناس اللي بيقولوا ان الاكل باليمين ايش واجب وان المسائل الخلافيه يا متشددين اخصكم يا متشددين. فاهم كيف؟ هذا غباء مستحكم وجهل مركب، لانك تخالف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم راى الرجل يأكل بالشمال سكت، سكت مع ان خليها الاستحباب على الائمه الاربعه، سكت. قال لا اكل بيمينك، قال لا استطيع، قال نفسهم لا استطعت، شلت يمينه، لانه قال طبعا شلت يمينه ليس لانه اكل بالشمال، شلت يمينه لعلة اخرى، قال ما منعه الا الكبر، يعني شلت يمينه ليس الاكل بالشمال، عشان ما نقول يبقى اذا كيف الائمه الاربعه يقولون بانه مستحب مستحب؟ انا بقول لك النبي انكر انت تفعله؟ وهنا طبعا انقلاب الافهام في الراس في هذا الباب. فنقول ان كنت محبا صادقا ستكون منقادا تاما. لا تأتي بالمعاذير ولا تأتي كالذي يحدث من النساء الآن، والنساء عندهم حول في الفه، واحدة دكتورة ما تفهمش حاجة عندها حول في الفه، فتعمل إيه؟ تقعد تعارض في كتاب الله وتعارض في سنة الله عليه وسلم لتنتصل لشيء مهم. إن كان محبا صادقا ماذا سيفعل؟ سمعت وأطعت، ويغلي في صدري ما يغلي، لكني سمعت وإيش؟ وهو ده المطلوب من الناس، أنت تتكلم كلاما عظيما من باب التخليق. انا ليش ممكن واحد يقول لي طب احنا ابتدينا الدرس اخذنا نصف ساعه في التعدد، صح ولا لا؟ طب ليه ما اخذنا هذا للتعدد؟ التعدد ايه وبتاع ايه؟ هو بيبقى ده النساء مهلكه، ده النساء مجانين، وهي اصلا اقصاها واحده فيها على ثلاث ارباع الموجودين ايش؟ طيب لا، ده المساله ان النساء الان يزرعن في القلوب عدم الرضا بالشرع. فبنقول لهن اتقين الله ان كنا اكثر اهل النار، اتقين الله. ومن اسباب كثره كنا في النار ان كنا تابين على الله شرع، فاقبلنا الشرع وبعد ذلك سموه عشان يموت ما يتزوجش. اقبلنا الشرع ويعني حطوه في قفص طيب وخلوا المفتاح مع الغراب. ما هذا هو، لكن اقبلنا الشرع الى هذا الدين. اول امبارح حادثه امراه في المعادي اظن او في البوليرق، قطعت راس الجوزه وعزك الله وتعود بالذكر بتاعه عشان يرجع. لا 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 ابدا، دعنا من هذه، ما مش عايزين نخوض. لكن الاصل اننا نقول اذا تكلمنا في المساله تكلمنا لقبول الشرع في هذا الباب. وانظر هنا حال الصحابه يعلموننا لما الصحابه فازوا، لما قال عنهم الله جل في علاه في كتابه ثله من الاولين وقليل من الاخرين، لان هم انسياق الاتباع تام، القياد تام. النبي قال سمعت وأطعت، النبي فعل سافعل، كانت الحجه ايسر ما يكون، ايسر ما يكون. النبي قال النبي فعل. حتى في التابعين لما صلى رجل بعد العصر سعيد بن المسيب قال له يا بني لا تصلي، قال اوترى ان الله يعذبني على ركعات اركعهن له؟ قال لا يا بني، ليس على الصلاه، لانك تخالف النبي. الحمد لله، لانك تخالف النبي. فشوف الانقياد هنا، لما راى النبي يتتبع الدباء قال احببت الدباء منذ ان رايت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فيها مساله خفيه من اقوى ما تكون. وش هي؟ طبعا الاتباع، وهذه دلاله على صدق المحبه. الصفات المكتسبة ممكن تصير جبلية. ما علي صوتك. الصفات المكتسبة ممكن تصير جبلية. أنت قريب جدا من المسألة لكن ليست هي. الصفات المكتسبة حقا تكون جبلية؟ مخالفة الهوى. يا جماعة الأمر فهموا، دققوا ستجدون. هنا الآن قال فأحببت الدباء، الكلام في أحببته. فأحببت الدباء منذ أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. هو كان لم يكن يهواه قبل هذا الموقف. ولا يعرف عن احد. طب وخالف هواه في عدم، مفيش هواء مسبق. مفيش هواء مسبق. هو ان تقول ان الله اصطنع هؤلاء فصار هواهم لما يحبه الله. ان الله اصطنع هؤلاء فصار هواهم، اصبرها بس عشان تعرفها وبعد كده اتيني بما عندك اكون شاكرا لك. ان الله اصطنع هؤلاء ليكون هواهم تبعا لما يحب الله ويرضاه. وهذا المؤمن الصادق الحق ان تراه يقول انا الشرع، اني ساميل مع الشرع. ماذا قال النبي؟ انا مع النبي صلى الله عليه وسلم. انقادوا بما قال الشرع. ان الله اصطنع هؤلاء ليكون هواهم فيما يحب الله ويرضاه. سريعا لما راى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء قال احببته. ده الحب ده عمل قلبي، والعمل القلبي لا يملكه احد. تعالى
انت ممكن تجد زيدا او عمرا انت لا تهضمه لا يروق لك، تقول لا استطيع اتعامل معه ومعاملته معي ليست يعني يا جماعه الخير ما استطيع. بيقول اللبنانيين يقولون على الحبوبه ابو دم خفيف، يقولون ايش؟ مهضوم كتير تقبشني، مهضوم كتير صح كده. مهضوم. انت بقى اصلا في المصريين لما يجي واحد يقول لك ده في الحلق، وبعدين بيقول بقى ايش؟ ما بهضموش ما بهضموش صح كده. هذا تملكه ويكون الرجل ايه؟ فاضل كريم جواد له اخلاقات طيبه، لكن الطباع فتقول لا اهضمه، لا تهضمه لكن لا تظلمه، لا تهضمه لكن لا تظلمه. اللي انا اقصده يبقى ميل القلب لا يملكه احد، ميل القلب لا يملكه احد. فمعنى ان هو عندما يرى النبي يفعل فيحب هؤلاء قوم استمعهم الله جل وعلا. اذا لا تتكلم عن صفات هؤلاء اصلا، ده هؤلاء قوم استنعهم الله جل وعلا، استنعهم ليصير هواهم لما يحبه الله. وهذا في حديث فيه ضعف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا ارايت. طبعا عندنا نظير في الشرع او نظير لو ايش؟ ان الله اصطفى. نعم هذا الاثر لابن مسعود، وقال ان الله نظر في قلوب العباد فوجد اصفاها وانقاها واتقاها قلبا، وقال ثم نظر في قلوب العباد فوجد اصفاها وانقاها واتقاها قلوب محمد. لكن اقول لا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هذا له نظير ما حدث. ايوه نعم ما حدث مع 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 انس له نظير، له نظائر. وش النظائر بقى؟ في نظير اكد ما يكون من النظائر. ها لا جرم يا رسول الله اكره ما جعل ايه؟ لا جرم يا رسول الله اكره ما جعل. ما هو طبعا قال ومساله الامتناع عن اكل الضب وعن اكل ما فيه بصل، لكن هناك ما هو اوضح من ذلك. لما خلع النبي صلى الله عليه وسلم خلع الصحابه ممتاز. ممتاز لا فض فوق. هذا الذي اريده هو ايه؟ مساله القلوب. اصطنعهم له. قال يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم قل لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ايش؟ لا قال من الناس. الحمد لله على سلامتك وسلم عليك. لا يا رجل انت تضرب اكباد الابل وانا اسلم عليك. رد معك يا دكتور كان نحترم ما انت فيه من الحرص. ربنا يرضى عنك يا دكتور، نفع الله بك الامه الاسلاميه. الله يرضى عنك حبيبي، جزاك الله خيرا وسامحنا بالله على التقصير يا دكتور. احسن الله عليك. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الان يا عمر قال عليك سمكاته حبيبي الحمد لله على السلامه. سلم على الناس طيبه. اذا اقول اخوتي الكرام في هذا الباب لتعلم ان مساله القلوب علام الغيوب والذي يتحكم فيها، وهذه ايضا علامه من العلامات ان هناك اشخاص خلقهم الله له. هناك علامات ان تقول هؤلاء الاشخاص خلقهم الله له. يعني ابن تيميه أعجب ما سمعت في الكلام في الثناء عليه ترجمة، قال ابن تيمية أوجز ما يقال فيه هذا رجل خلقه الله له. خلقه الله له واصطنعتك لنفسي، عايش حياته لله. فهنا عمر بن الخطاب النبي قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. طبعا والناس أجمعين يدخل تحتها ايش؟ النفس. فقال عمر الصادق الذي وافق ظاهره باطنه، فقال له انت احب الي من كل شيء الا من نفسي. وش اللي حدث بقى؟ هنا الشاهد الذي اريده في القلوب، فاخذه من ثوبي قال لا يا عمر. هذا لا يا عمر يعني لم تبلغ كمالات كمال الواجب كمال الاستحب حتى كمال الواجب. قال لا يا عمر، لا يا عمر. فقال الان يا رسول الله انت احب الي من نفسي. جت منين هذه؟ من يتحكم في القلب؟ من وين اتت هذه؟ من وين اتت؟ انتوا تفهمون؟ جرب قلبك واحمله على حب شخص تستطيع، او كره شخص. في رجل يتضايق من رجل، لا رجل قال لي ذلك. رجل قال لي يا اخي انا متضايق، انت عمال تضرب في اليمين وتضرب في الشمال كالغره التي لا تفقه اللي هي بتعارض شرع الله جل وعلا على غباء منها باطاله اللسان. فبيقول انت عمال تضرب فيك وهذا يؤذيني ودول احبابي لكن مش عارف اكرهك. في كلمه سمعتها بيؤذني عجبتني جدا فكانت الاجابه دقيقه. قال يعني هناك زيد قال لعمرو فعلت معي افعالا
أدرب نفسي على كرهك فيها، ولا يطوعني قلبي ولا أستطيع. فأجابها اللبيب قال: نبض هذا من فوق العرش لا تملكين شيئا. بكت وقالت: دعوت الله أن أنا أكرهه. فقالت: ما ازددت له إلا حبا. فمسألة القلوب لا يملكها إلا علام الغيوب. فأن تجد قوما قلبه لا يميل إلا لله وإلا لنصر الدين لله جل وعلا، اعلم أن هذا الرجل اصطنعه الله لنفسه. فلأنه أول ما قال هذه الجزئية المهمة جدا، أول ما قال إيش؟ لا أنا هنا. قال: أحببت الدباء عندما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعه. هو لا يملك قلبه. وعمر نفس الأمر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر. قال: الآن. من الذي غيرها في ثانية واحدة؟ دقات ونبض القلب تغيرت محبة للنبي. قال: الآن يا عمر. لا يا عمر. قال: الآن يا رسول الله. قال: الآن يا عمر. تم الكمال الواجب عندك. فلابد أن تعلم هذه لها علامات. هؤلاء قوم اصطنعهم الله له، جعل هواهم بأسره له. له ما عندهم هواه فيما يرضي الله جل وعلا. وده اللي قال عمر بن عبد العزيز بعد ما تعلم أبواب القدر، قال: أصبحت وهواي فيما يقدر الله جل وعلا، ما عندي إلا ذلك. فلذلك قال أنس رضي الله عنه: فلم أزل أحب الدباء من يوم أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يعني يتتبع الدباء. الحديث الأخير هو حديث عائشة، صح؟ أنت دخلت فيه؟ سننتهي من الحديث وبعدين نترك مجال. ها؟ اللي هو يحب الحلوى؟ ما هو يكفينا هذا الحديث. احنا شرحنا هذا الحديث في مسألتان من أهم المسائل، التواضع ومسألة الميل القلب. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. الله أكبر. عندما تريد أن تختبر نفسك، انظر هل الله جل وعلا أدخل في قلبك محبة ما كان يحبه النبي أم لا. هذه بنفسها فضيلة، بنفسها فضيلة. أقول أن تختبر نفسك فتنظر فيما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، تجد نفسك تحبه جبلة أم لا. نفسها فضيلة، هي وحدها فضيلة. يعني ما بيحبش الكوسة يبقى بعد غير السنة. لا مش غير. شفت أنا قلت إيه؟ شفت أنا إيش قلت؟ ما قلتش السنة. يعني حتى قلت أنت أصلا حتى غلبت الدباء مش سنة. دي مش سنة. ما تقوليش السنة أكل الدباء. ما تأتنيش أنا أصلا ما أستطيع أكل الضب، فاهم؟ أو تقول الكتف، أنا لا أكل الكتف مثلا. أنا الحمد لله ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم أعشقه. فأنت أصلا تأتيني تقول لي أنت مش هتاكل من الكتف، أنت تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتجرؤ على مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تنطع. فاهمني؟ أنا بتكلم على الجبلة. إن جبلك الله على شيء يحبه، على ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت لك فضيلة عند الله. والدليل لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، من هو الذي أنا نسيت اسمه ولا مش عايز أتذكر اسمه، أنا مش عايز أحصد ما غشأت به. دخل فاغتسل فتطيب فتهيأ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الأشج، قال له: إنك امرؤ فيك إنك امرؤ فيك خصلتان يحبهما الله. فقال: جبلان الله عليهما أم اكتسبتهما؟ قال: جبلك الله عليهما. فماشي خلاص، جبلك الله عليهما. أنا أريد الشاهد أن افهم أريد الشاهد. جبلك الله عليهما. فإن جبلك الله على محبة ما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فلك فضيلة عند الله. صاحب الحلم والأناة كان له فضيلة عند النبي ولا ليس له فضيلة؟ له فضيلة الآن، لأن الله جبله على شيء ممدوح. فإن جبلك الله جل في علاه على ذلك. ولذلك يلوموننا على حب النساء، وإن النبي قال يعني حب بليم دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ما هي الرجوع طبعا المخنث يبعد بعيد. اللي أنا أقصده في هذا الباب أنه لو أنت قلت ذلك تبجح بها، وخلي واحد جاهل يقول بص الرجل بيتبجح يقول لك بحب النساء. هما ده كله كده، هو بيحب الحصى، فاهم؟ فانت تقول له: جبلني الله على ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، اني احب كل شيء حلو، وتتبجح بها امام الناس لان النبي كان يحب الحلوى والعسل.
فانت ان جبلك الله عشان يحبه النبي لك فضيله عند الله جل وعلا، لك فضيله عند الله. لما واحد يمشي كده يقول لك انا انقد شيء عندي النساء، ده منكوس الفطره، معكوس الخلقه. ربما لا في في حقا في حقا جننوها شيخ. الحاصل انه نحن نقول المساله دائره على الجبله، لو جبلك الله في شيء يحبه الله فلك فضيله عند الله. فهنا النبي يقول بانه كان يحب الحلواء والعسل. ان تنظر في نفسك ان كنت تحب الحلواء والعسل فلك فضيله. ولست اقول ان من السنه ان تحب الحلواء والعسل، فرق بين الامرين. فرق ان تقول من السنه ان تحب الحلواء والعسل، ويجي لك الناس تقدمون الحلواء والعسل والناس ما فيش خلاص مش مستطيع، يقول اطلع بره. لا بيحصل، اطلع بره، لا تحب السنه مغفل. انا كيف ادخلتك بيتي؟ ان النبي قال لا ياكل طعامك الغيبة وتصاحب الا ايه؟ مع الحديث فيه ده فيه كلام، هذا الحديث فيه كلام. فيقول له لست ممن يستحق ان يدخل في بيتي لانك تخالف السنن، انك لا تحب الحلوى والعسل. ده لازم تحجر عليه، تحجر على لسانه عشان ما يتكلم. مفهوم؟ ففارق بعيد بين الجبله وبين ايه؟ وهي قد تكون فضيله، نعم، لانه الله جبلك على ما يحبه النبي، لكن لا تتعالى ايضا وتقول ان هذه سنة. ان هذه السنه، نعم. فلذلك نقول كل من احب ما احبه النبي له فضيله. كفى انك بهيئتك ملت لشيء ميل الله نبيه له، وان الله لا يميل النبي الا لما يحبه، لان النبي محبوب لله، وكل ما يحبه النبي الله يحب، كل ما يحبه النبي الله يحب. فانظر الى الفضيله، فهذه فضيله تكون لك في هذا الباب، نعم. حديث عطاء بن يسار قال اخبره ان ام سلمة اخبرته انها قربت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فاكل منه، ثم قام الى الصلاه وما توضا. جنبا مشويا اللي هو الطرف، وقد يقول قد يكون الطرف ده هو ايش؟ هو الكتف، لانه احب شيء للنبي صلى الله عليه وسلم هو الكتف. فنهس النبي نهسة منه وأكل، ثم صلى ولم يتوضأ. في مسائل فقهية ثلاثة. المسألة الأولى عدم وجوب المضمضة من الطعام، لأنه قد تقول إنه سيكون في الريق ما يصاحب فيزدرده المكلف فتبطل صلاته. قلنا لك فعل النبي ذلك. إذا فعل النبي ذلك فافعل أنت، لأننا ممنوعون من التنطع. لا دي هنتكلم فيها بعدين، خليها سؤالا. نحن ممنوعون من إيش؟ من التنطع. الطيب يعني تقصد الطيب يعني طبعا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اكل ولم يمضمض. طيب مع انه مضمض من اللبن، قال ان له ايه؟ دسما، فلم يمضمض. الامر الثاني ان الاكل مما مست النار لا يستوجب الوضوء، لان جابر قال كان اخر الامرين من النبي عدم الوضوء مما مست من النار. لكن يخص من ذلك لحوم الإبل على الراجح، لأن النبي لما سئل أنا أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت خيره. شوف بقى اختلاف الإجابة تدلك على اختلاف الحكم. قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال توضأ، ده أمر، وظهر أمر الإيش؟ الوجوب. هذه المسألة الثانية. المسألة هذا مستقر بالصحابة شيخ، نعم، كل هم يفرقوا في السؤال، هذا مستقر عندهم اختلاف. نعم، ولكن الأوضح أن نقول لما خالف النبي بينهما، لأنه هذا التشريع، لما خالف بينهما اتبعهم الخلاف في ايش؟ في الحكم، نعم. الثالثة الأكل من اللحم لا يخالف الزهد في الدنيا، حتى لو أراد أن يأكل من اللحم ليل نهار. هذه المسألة الثالثة في هذا الباب. نقف عند هذه المسألة. الفوائد المستنبطة: إذا كانت سجية المرء على الطاعة فقد أراد الله بالمكلف خيرا، كأنه في ذلك يبين ما له عند الله غيبا. حبيبي نادر حفظك ربي، الحلوى كل شيء حلو، وذاك هو قرن بين الحلوى وبين إيش؟ بين العسل. من الفوائد المستنبطة أيضا حسن الأدب مع حسن التواضع، عدم احتقار الأفاضل والناس، لأنه قابل الدعوة من إيش؟ من خياط.
التمتع بالدنيا ليس قطحا في الزهد فيها، لأن الله قال تصريحا: ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.